السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين سرار، يعني وين نتكلم على الكواليس مباراة الجزائر والكاميرون. قال لك هي بعد الإقصاء كان حابس كبير باش أنا نكون رئيس اتحادية، وين يستعد عبد الحكيم سرار لدخول معترك الجمعية العامة الانتخابية لهيئة اتحادية لكرة القدم المقررة عقد اشغالها صبيحة الخميس المقبل بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية، وين يسعى المرشح عبد الحكيم سرار للمنافسة مناجير كتيبة الخض الحالي جهيد زبزاف من أجل التربع على عرش مبنى ديال إبراهيم ورئاسته هيئة اتحاد الجزائر لكرة القدم. يعني ما عندكمش انتوما، ما عندكمش، ما كاش ما في زوج، كي نتايا كي زبزاف، والله ما كان كاع، والله ما كان. ما انتوما تمد كل واحد، ما كاش كاع على بالك سرار، ما غادي ديروا والو على بالك بلي ما ديروا والو، ما غادي تخدموا والو باش تجو تقولوا لنا بلي غادي نخدموا. ما غاديش تخدموا، ما رايحينش تخدموا. غادي تروحوا تخدموا، تجو تخدموا، ما غادي تجو تخدموا. غادي تجو كوستيمات يعني والتصاوير مع ليكيب ناسيونال وصحيح، وعندكم اسباب الفشل، يولي عندكم اسباب الفشل. سورتو بريزيدو كي يكون يعرف كيفاش يتلاعب، والصحافه ومنا 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 ومنا، اللي با يخدم ما يبانش كاع، اللي با يخدم كاع ما يبانش، اللي با يخدم يبان خطره في 6 شهور 7 شهور، يقيس كلمه ويخلي الناس تغلي عليها. هذا مكان نتوما نعرفوكم باللي تاع ما تاع مواقع، مش تاع واقع، نتوما تاع مواقع، الواقع مكاش. انت بداية شو كي دارت لك مرا، شو كي دارت لك. انا واحد من الناس كنت زعما قاري فيك هكا نقول، بصح كي دارت لك ذاك الفيديو وكيفاش تهدر معاها، انت غدوة ان شاء الله كي تشوف انفيرتينو كي غادي تهدر معاه، تشوف مور تيبي كيفاش غادي تهدر معاه، تاتا كي غادي تهدر معاه، تشوف مرا كيفاش دارت لك في التليفون، راك تشوف مرا كيفاش دارت لك. مراكو غي جات مرا، والله ما تغير، راك تشوف كي دارت لك. كاع تربح واش غادي دير؟ ما غادي دير والو على بالك، غادي تربح وما دير والو. وين سرار يعود ويتكلم على الكواليس مباراة الكاميرون، وين قالك أحد أسباب ترشحي، وين كشف رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف سرار في حوار خاص به موقع شروق أن الكواليس مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم قطر هي أحد أهم الأسباب ترشحه لرئاسة هيئة الفاو. وأكد المتحدث أن ترشح لمنصب رئيس لم يكن أمر مخطط له، ولم يكن يعني الترشح ترشحه عفوي، مضيف أن الكواليس التي تعرض لها المنتخب الوطني أمر حاز في نفسه كثيرا، ليضيف إلى أهم الأسباب اتخاذ قرارها دخول انتخابات رئاسة الفاو. يعني شنو غادي دير؟ ما غادي دير والو على بالك. نتايا روحت لمصر، مصريه بروحهم هم يشيتو للقجع، مصاروه بروحهم هم يشيتو، يا حسراه مصر تكذب في المصاروه يغطوا عليك، يا حسراه تاع نكذب في مصر تغطي عليا، يا حسراه كاش هذيك. مصاروه بروحهم هم يجرو مول القجع، مصاروه بروحهم هم يجرو مول القجع.
باش تقول لي باللي غادي نكون قوي في الاتحاد الافريقي. زاتيفاني قال باللي غادي نكون قوي. شاف دينامارا البرنامج تاعو اللي هدر عليه ثلاث سوايع بصح ما كاش. البرنامج اللي هدر عليه ثلاث سوايع بصح ما كاش. انا دروك انا كي غادي نامن فيك؟ مراه خوفاتك، مراه خوفاتك. وين سرار يتعهد بحمايه الخضر من الكولسه تاع افريقيا. عاودي عاودي ما يتعهد ما والله سرار حاكم خويا كيما يقول لك حاكم خويا ارواح خدم وحط وزنيك ياه حط وزنيك. كي تشوف نقول لك كلمه كي تتحكم في تتحكم في واحد الامور اي مدرب تفرض عليه يكون هنا في الجزائر تفرض عليه الخلصه تاعو بزاف صوالح ايا فماك فماك. نقول لك باللي تتحكم تولي تحافظ على الجزائر على المنتخب الوطني من جانب الكولاسه في لافريك. انا نقولها لك انا نقول لك تشوف كيفاش تايا هنايا هنايا سطيف مع 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 الاخر كيسموه مع زاتشي ما طفتش عليها ويحشوها لك شحال من خطا نتا غير سطيف هنا في الجزائر يحشوها لك تحسها الاتحاديات الافريقيه. لا كي تولي فاني كي نشوفو بلي انت تولي تحكم وتضرب بالطابله تقولو مكاش لي يهدر لا اونترينر لا والو تحكم نقولك شحال تولي تحكم سرا. هاد الهدرة غادي كاع تجي نتا ولا زبزاب كي نشوفكم بدلتو مكلف بالاعلام نعرفكم بلي نتوما تتحكموا بمعنى كلمة. كي نشوفكم نتوما بدلتو مكلف الاعلام نعرفكم بلي صح جيتو تخدموا. هذه غير صورة برك نعطيكم صورة صغيرة انا واحد من الناس غادي كي نشوفكم بدلتو مكلف بالاعلام نامن نامن نقول له والله اللي با يخدموا مكلف بالاعلام برك سرا. هذا مكان ما تقولش لونترينير شحال نخلصك ولا شحال نقلع لك ولا ما تقولوش خاطر يغبنك ما تنجمش تقولها له فانك. وزيد ما تقولش بلي نوعد الشعب هذا ما راهوش نادي خاطر نتوما لي بريزيدون اللي نعرفوكم كي تجوا في الاولى تقولوا غادي ندو قاعد غادي نلعبوا دوبلي فين الشامبيون تقولوا غادي نلعبوا على كاس الجمهوريه ولا 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 الشامبيون وفي لافا تحصلوا في شركه ودراهم. ايش كنتو صايك ما تبقاش تهدر. ونيرغو تحدث عن مؤامره دنيئه والتي تعرض لها المنتخب الوطني في مباراه اياب الدور الفاصل في تصفيات مونديال والتي حرم فيها المنتخب الجزائري من تاهل كاس العالم. وتعاد سرار بالعمل على حماية كتيبة محاربي الصحراء من المؤامرات الدنيئة لبعض مسؤولين كرة القدم الإفريقية. وأكد أنه بشر تشكيل فريق ما أسماه بالكوموندوس الدبلوماسية تقتصر مهمته الرئيسية على حماية المنتخب من الكواليس التي يتعرض لها كل مرة في القارة السمراء موازاة مع بلوغه مستويات كبيرة منذ تولي هذا المدرب في وين يعني شو كيفاش خرجنا خرجنا ما درنا والو 2022 ما درنا والو اي مروحت كوب دي موند انايا فوركون كاع انت راك جاي مشاك جاي مشاكم جايين راكم جاي راك جاي بيت بيع اوهام. انا نقولها لك كي نتايا كي زبزب بيت بيعوا اوهام يوم ما خاصناش اوهام راكم جايين بيت تكلمونا بيت كلي شو نادي وراك تهدر راك تحاجي فينا يا واحد روحك راك تبي تبيع اوهام على بالك تاع غادي منا والكواليس ونديرو يا ودي هذه اللي يا كيفاش نتوما انت يا ودي مش نحضرو كاين امور ما نجموش نحضروهم كاع صعما هنايا يعرف 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 يعرفكم يعرفكم كاع وتعرفوه كاع وما كاش اللي بغا يروح يهدر معاه يا ودي خلونا نعرف واش كاين. انا عارف واش كاين كسر ما يعرفكم وتعرفوه وقارع لكم وما كاش اللي بغا يدير